الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. معاشر الحاضرين، اعملوا ما ينقذكم من عذاب الله فاحمدوه واشكروا له. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. فقال: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر والعلانية. فقال: يا رسول الله زدني. قال: استحي من الله كما تستحي من صالح جيرانك. فقال: يا رسول الله زدني. قال: صل صلاة مودع كأنها آخر صلاتك من الدنيا. فقال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بكثرة ذكر الله وقراءة القرآن، فإنه نور لك في السماء ونور لك في الأرض، وانظر لمن هو دونك ولا تنظر لمن هو فوقك، واحبب المساكين وجالسهم، وصل رحمك فإنه يبارك لك في المال والعمر، وقل الحق ولو كان مرا، واكظم الغيظ، وأحسن إلى من أساء إليك، وإياك وحب الدنيا، وانصح للناس كما تنصح لنفسك، ولا تعتب عليهم. يا معاذ، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الحياء، ولا حسبك حسن الخلق، ولا نسبك العلم. قولوا من صميم الفؤاد: اللهم وفقنا للأعمال التي ترضاها، وأعذنا مما لا تحب ولا تهواه، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.